ضغوطات الحياة كمان معاناة، يعني بدك توفري لهم أكل، بدك توفري لهم شرب، بدك توفري عند الباب بتخش علينا المية. فهذا الواحد يعني لما يكون ضغط عليك من كل مكان. قلبي صرت بحب أجي على الجلسة، وصار إلي صحبات كتير Physical activity. This is an integrated approach to therapy that the team do every week, and your support is helping them to continue this.